هل يعني حصل معاك أي مفاوضات خلال الفترة اللي فاتت ديت من قبل نادي الزمالك ولا لأ؟ اوفيشال نو رسميا لم اتلقى، ولكن ربما احد الوكلاء تحدث معي، ولكن ليس من رئيس النادي على الاطلاق. بيراميدز هل تحدث معك احد؟ أخرى ليس بشكل رسمي، ولكن كما قلت لك فيما يتعلق بفريق بيراميدز هو نادي لديه طموحات كبيرة وإمكانات رائعة، وأستطيع أن أرى في هذا الفريق مثل فريق بل في ألمانيا. هو فريق جديد ولديه الإمكانات ولديه القدرات أن يحقق نتائج ونجاحا كبيرا في مصر. هذا النادي صحيح. طيب خليني يعني إيه، إحنا اتفقنا إن إحنا أصدقاء، فهسألك كل الأسئلة اللي بتدور، لأنه اسمك واحد من الأسماء اللي دايما مرشحة بالنسبة حتى كمان للأندية، ولكن عندما يطرح اسم تكيس جونياس للقيادة الفنية للنادي الأهلي، أو عندما يطرح اسم تكيس جونياس للقيادة الفنية لنادي الزمالك، كان البعض يتخوف من فلسفة تكيس اللي ممكن تاخد وقت طويل، وبالتالي الأهلي الزمالك ليس لديهم رفاهية خسارة الماتشات أو حتى الوقت لتعلم اللاعبين طريقة لعب تكيس جونياس، لأنه في النهاية الكرة اللي أنت بتقدمها تحتاج فلسفة خاصة وتطبيق من نوع خاص. بالتأكيد أتفق معك، ولكن سأعطيك مثالا فيما يتعلق بكلوب. هو كان يدرب في ماينز في ألمانيا، يورجن كلوب، إذا ظل هناك لن يفعل شيئا فيما عالم كرة القدم. ولكن كما قلت لك لدينا العديد من المكتشفين للاعبين وللفرق، ولكن نفس المهمة يجب أن يكون هناك مكتشفي المدربين الجيدين لأنديتهم. يورجن كلوب كما تعلم هو مدرب رائع، ولكن هذا حدث لأنه ذهب إلى ليفربول. إن ظل في ماينز ربما يقولون عنه مدرب جيد، ولكن لم يفز بأي ألقاب. أنت نعم تريد لاعبين جيدين لكي تفعل بهم شيئا مجديا، وبالتالي الآن أنا أرى أن الجميع يرى ما أستطيع أن أحقق وأن أفعله مع الفريق. نعم أنا أحتاج الوقت لكي يتكيف اللاعبون مع طريقتي كما قلت، لكن لدي لاعبين جيدين، عملية التكيف تكون سريعة جدا عندما تمتلك لاعبين جيدين. أنا فخور جدا بهمتي مع وادي دجلة، وذلك لأنني عندما جئت هنا إلى القاهرة أخذت توليت فريقا أنهى موسما ربما في المركز الخامس عشر وحصل على 34 نقطة آنذاك. وأنا أسألك الآن، هل تتذكر ماذا حقق وادي دجلة آنذاك؟ هل تتذكر في وادي دجلة في هذه الفترة؟ الآن أسألك، عندما كنت أدرب وادي دجلة هل هو نفس الفريق؟ تغير للأفضل، ولكنه استغرق بعض الوقت معك. نحن خلقنا هوية للاعبين وثقافة لدى اللاعبين، هذا يتطلب الكثير من الوقت. نعم، ولكن النتائج تأتي بعد ذلك مبهرة. فإن كان لديك خطة محددة وتعمل عليها على المدى الطويل، أيضا عندما ترى يورجن كلوب عندما ذهب إلى ليفربول في الموسم الأول لم يفعل أي شيء على الإطلاق. إذا كنت تتذكر غوارديولا عندما في الموسم الأول لم يفعل أي شيء. الآن أتحدث عن أفضل دوري في العالم، الدوري الإنجليزي هو أعظم دوري في العالم، وبالتالي كلوب ربما فرق مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز هي الأمور تسير معها بشكل أسرع عندما تتنافس مع مدربين رائعين الآن في إنجلترا.